جريدة مصر يوم الصفحة الأولى والبلطجية يحتلون 6 أكتوبر، إيه اللي بيحصل في 6 أكتوبر؟ هو وفقا للمنشور إن في مجموعة من البلطجية معاهم رشاشات وأسلحة بيضاء قاموا باحتلال تقريبا 17 عمارة في مشروع تبع لوزارة الإسكان. احتلوا حوالي 1400 شقة وعملوا موقف خاص بيهم كده، ويعني خلاص خلاص الحياة المدينة بقت حياة بقى عادية تماما، وان هم بيأمنوا المنطقة بكلاب حراسة، حاجات يعني كانت غريبة جدا. يعني انا كنت اتمنى طبعا ان يكون في صورة علشان نشوف الكلام ده، ولكن يبدو ان في جهود أمنية يعني التفاوض مع الناس، طب يمشوا، طب كذا، طب كذا، ولكن اعتقد ان هذا الامر نحن امام يعني مخالفه صريحه للقانون، وهذه الشقق التي تم السيطره عليها او طب هل اقتحامها. الامن ما توجهش لمدينه 6 اكتوبر؟ هو في الـ 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 يعني تفاصيل الخبر ان في بقى مفاوضات، ويا جماعه طب سيبوا الشقق، طب حاجات بهذا اوكي الشكل يعني، وان تم اطلاق رصاص في الهواء لتفريق اي حد بيحاول يقرب من المنطقه دي. ولكن اذا هذه الشقق مملوكه لاشخاص ولكنهم غير قاطنين فيها، وبالتالي تم احتلالها، ده مخالفه صريحه للقانون ويجب اتخاذ اجراءات قانونيه في هذا الامر. النقطه الثانيه، اذا كانوا من الناس دول بيطالبوا بشقق او كلام من ده، فلازم برضو الحكومه من ناحيه ثانيه تبحث لهم عن مكان للسكن. اما اذا كانوا بلطجيه تمام، الموضوع هو يعني لفرض السيطره والبلطجه وما الى ذلك، فالقانون يجب ان يتم طبعا انجازه في هذا اكيد. الامر. مديرية الأهرام تسليم الجاسوس إيلان جرابيل مقابل 25 مصريا، ده كلام كان الصفقة خلاص تمت ولا لسه في هو مناقشات ما بينه؟ المجلس الوزاري المصغر في إسرائيل أقر هذه الصفقة، وسوف يتم تنفيذها بالفعل أعتقد غدا، سوف يتم تنفيذها واستبدال إيلان جرابيل ب 25 من المسجونين في السجون الإسرائيلية، 25 مصريا من المسجونين في السجون الإسرائيلية. وكان في كلام على الصفقة دي على طول بعد إنجاز الصفقة بتاعت جلعاد شليط مقابل 1027 أسير فلسطيني، إن مصر هتفرج عن إيلان جرابيل في مقابل الإفراج عن مساجين مصريين، وكان البعض عايز يضمن كمان في هذه الصفقة عودة ترابين اللي هو برضو جاسوس وفي حوزة السلطات المصرية، ولكن انتهت الصفقة إلى تسليم إيلان جرابيل مقابل 25 مصريا موجودين في السجون الإسرائيلية. طيب جريدة المصري اليوم وإغلاق باب الترشيح يفتح أبواب الخلافات في الأحزاب والعليا للانتخابات، 862 قائمة و 8627 و مرشح يعني للشعب، العدد كبير جدا جدا. وبعدين كنا احنا بنتحدث عن ان القائمة النسبية دي هتتم بتلتين تلتين الدوائر او تلتين الاصوات، والفردي هيبقى على التلت او تلت القوة بتاعت مجلس الشعب، فكان المنطقي جدا ان العدد يبقى اكتر في القوائم واقل في المرشحين الفرديين، ولكن احنا شايفين عفوا احنا شايفين ان المرشحين الفرديين عددهم كبير جدا جدا اللي هم بس هيبقوا تلت البرلمان والتلتين اللي هو القائمه، العدد صغير جدا. ده يرجع لحاجات كتير جدا، ان الخلافات دي كانت قبل حتى انتهاء باب الترشح، من ان كان في خلاف على توزيع القوائم، طب مين هيحتل صداره القوائم او رؤوس القوائم، طب مين هياخد مقاعد اكتر، طب توزيع الدوائر هيبقى عامل ازاي، كان في خلافات كتيره جدا. وشفنا حتى ان التحالف الديمقراطي والكتله المصريه والعديد من التحالفات الانتخابيه اللي كانت معموله قبل فتح باب الترشح حصل فيها تصدع، يعني بعضها انهار تماما. وهناك خلافات على استحواذ مثلا حزب الحريه والعداله التابع لجماعة الإخوان المسلمين على نسبة كبيرة جدا من المقاعد، تصل حوالي 70% من قوائم التحالف الديمقراطي. شايفين خلافات تتعلق بحزب الوفد، وانه سوف يرشح مجموعه ممن اسموهم بفلول الحزب الوطني على قوائمه، والبعض قال ان هو ممكن يقاضي حتى الحزب في هذا الامر. بس احنا بنتمنى حاجه، خلافات الحقيقه كثيره جدا، بنتمنى يمكن كان قرار صائب جدا ان احنا نعرف تمويل الاحزاب جاي منين، او ده مهم تم اه بالظبط. فاحنا بنتمنى ده مهم من جدا، كل الاحزاب وسقف حتى بالظبط، بنتمنى عشان نوع من نوع الشفافيه، ونحن بنبتدي عصر جديد في مصر، ان كل الاحزاب بما فيهم الاخوان المسلمين بما فيهم السلفيين بما فيهم كل الاحزاب بمنتهى الشفافيه يقدموا للشعب المصري التمويل بتاعهم بيجي منين. ده لازم، من حقنا متهيألي نعرف، ده لازم يكون موجود. وهو معظم حتى الاحزاب بتتكلم وحتى على مواقعها الالكترونيه ان هم التمويل هو تمويل ذاتي من اشتراكات الاعضاء وما الى ذلك،
كله يعني بنتمنى من كل الاحزاب عشان نبتدي زي ما بيقولوا صفحه بيضاء. الكل يعمل هذا الامر. في كل الاحوال نحن امام حاله من حالات الخلافات الشديده جدا داخل الاحزاب بعد اغلاق باب الترشح. ويمكن كان من ضمن الحاجات اللي حصلت في يعني قبل اغلاق باب الترشح بوقت بسيط جدا ان مرتضى منصور قدم اوراق ترشحه في دائره ميت غمر وتنازل كان مقدم برضه اوراقه في دائره الدقي ولكنه تراجع علشان احمد ابنه هيترشح في هذه الدائره. يعني في كل الاحوال ده مرتبط حتى بالخبر اللي بعد كده وهي فكرة ان الاسلاميين بيتقدموا في اول انتخابات شفافة في تونس. التجربة التونسية في الانتخابات قدمت لنا الحقيقة نموذج يحتذى به من اولا الانضباط، ثانيا المشاركة، الناس شاركت في الانتخابات بشكل غير مسبوق وبنسبة مشاركة عالية جدا يمكن وصلت حوالي 80% او اكتر كمان من 80%. النقطة الثانية ان النهاردة احنا شايفين الاسلاميين تقدموا في حزب النهضة الاسلامي في تونس تقدم واستحوذ تقريبا على اكتر من 40% من مقاعد البرلمان. بس اتعهد بايه؟ هي دي بقى القصة. يعني المسألة مش عايزين الناس تاخد الموضوع اللي هو ايه بقى الاسلاميين هيستحوذوا، ولكن الحزب النهضة الاسلامي تعهد ببرنامج محدد بالزبط. فالناس لما راحت انتخبت علشان في برنامج واضح ورؤى واضحة، وحتى التصريحات من قيادات الحزب هناك بتتكلم على ان احنا قيام دولة مدنية، هنراعي كل الاتفاقات حتى اللي موجودة وهنراعي حقوق المرأة واقرار الديمقراطية ومبادئ الديمقراطية. ده هيبان ازاي؟ ده هيبان بالممارسة. وفي خلال هذه الفترة إذا لم يقدم حزب النهضة ما يدل على تعهداته أعتقد أنه لن يتم انتخابه مرة أخرى. ولكن كمان لا، بس أنا تعهداته بالنسبة لنا قريتها امبارح أنه بيتعهد بقيام دولة إسلامية مدنية هم كمان مختلطة. هيبقى في ائتلاف ما بينهم وبين بعض القوى الأخرى اللي موجودة. النقطة الثانية الحقيقة برضو اللي المحللين التونسيين ركزوا عليها جدا هي فكرة المؤسسة العسكرية ودورها في هذه الانتخابات، ان هم كانوا محايدين تماما ولم يتدخلوا لحساب اي طرف على الاطلاق، وده برضو بيدي مؤشر مهم جدا وبيدي درس جيد جدا من التونسيين الى جميع الدول الربيع العربي في المنطقة. نتمنى ان حجم المشاركة الانتخابية عندنا في مصر يكون كبير جدا. هيبقى كبير جدا يعني، ولازم كمان الناس تبقى فاهمة بس ان صوتهم يعني لا يقدر بثمن، ولكنه انت تذهب ل يعني مستقبل مصر مش علشان بعض المنافع المادية او المصالح ايا كانت. وبرضه بمناسبة الانتخابات دي النهاردة بيتم انتخابات في نقابة الصحفيين لاختيار النقيب ومجلس جديد لنقابة. حاسس المشاركة السنة دي غير المشاركة السنة اللي فاتت أو في السنوات اللي قبل كده؟ هو لازم تكون المشاركة طبعا أكبر بكتير من السنوات الماضية، وفي نفس الوقت الجماعة الصحفية على سبيل المثال ليها مطالبات خاصة جدا إن احنا عايزين يعني نرجع تاني بقى للمهنة وتقوية المهنة. فأعتقد إن كله هيكون حريص جدا على إن يكون في نقابة جديدة علشان نقابة جديدة تعني مصر جديدة. بنتمنى لك التوفيق إن شاء الله يا محمد، بشكرك جدا على وجودك معنا. خلونا ننتقل لفاصل ونستكمل معاك وباقي فقرات نهارك سعيد.